الأمبندية أيضا ستكون المبادرة من جانبه وهو الطامح لتأكيد علو كعبه في الجولة الأخيرة. تلعب هذه المخالفة مباشرة خطيرة ولكن ربما لمسها بأصابعه. كتل الكبير من قبل عناصر فريق شباب الوزداد شيء مفهوم هنا بملعب إمام الياس. كرة ملعوبة من هناك بطريقة ممتازة يلحق عليها نعاس العرب يدخل بالكرة المراوغة. الحكم ماذا يقول؟ يمنح البطاقة الصفراء ربما للاعب هشام خلف الله ويقول بأن التمثيل في هذه اللقطة لا يجوز ولف يتلقى الإنذار الشفوي والإنذار الأصفر أو البطاقة الصفراء. مخالفة أولى في هذه المقابلة تسديدة ولكن بعيدة كل البعد عن إطار مرمى الحارس علاوي فتح الدين. كرة مرتدة خطيرة كرة أخرى من هناك ملعوبة كوكبو تصل الكرة كوكبو ماذا سيفعل بهذه الكرة ولكن الحارس علاوي فتح الدين وكوكبو يتباطا في اللقطة السابقة. محاولة تفكيك الحالة الدفاعية المستميتة هنا توصل الكرة إلى كوكبو ولكن لم يتمكن من نقل الكرة ومن توزيعها. نبحث عن فتح المباراة. خطورة لشباب الوزداد انطلاقة سعيد راح سعيد انطلق سعيد بابا 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 الدفاع يتدخل الدفاع يتدخل في اللقطة الأخيرة في اللقطة السابقة. حسني حظه الكرة استرجعت توزيع مباشرة أحد العناصر التي تعاني من الإصابة لحد الآن. هنا الخطورة ماذا يضيع؟ يا لها من لقطة ضائعة على فريق الأمبرمدية. داداش طيب ومدان أمام هذه الكرة ترى من سينفذ إلى ماذا ستؤول هذه الكرة. سنشاهد اللقطة بعد أن يتم التنفيذ ولكن بعيدة عن المرمى وعن التطلعات والبعيدة كل البعد عن المستوى الذي كان منتظرا منها. نقطة لشباب الوزداد الضيف.